200 متر شرطي يفتشون، اذا من الشارع خارج. مؤمن مؤمن. سياره واقفه هنا، انا من هذا الباب اطلع هنا المنبر، انا اطلع من المنبر هنا اكو شارع يعني زقاق خاص، انا اركب بالسياره والسياره تاخذني، ورود الناس من هذا الباب. نعم صار واضح. فانا طلعت سريعا بعد ما ابو لباس خلص، سياره جيب تنتظرني، انا قاعد بالسياره ننتظر ابو لباس، ابو لباس متاخر. أجل لكم الله حذاء ابن ملا باسم ابن صغيري ويا علي. نعم. ضايع حذاء. إلى ما يلقون حذائه ثواني طارت من عندنا. ملا باسم الله الله شوف كله مسبب الأسباب. نعم. الله خلى ملا باسم قال من ريد الحذاء سبعين امشي بابا، جاب الابن حافي وياه ركب بالسيارة يمي سنة أنا ملا باسم بس السيارة تحركت. السيارة تحركت هنا اللي يفتشون آخر نقطة تفتيش حاطين سيارة مفخخة. عجيب. فيها 75 كيلو تي ان تي. السيارة انفجرت. اذا احنا كنا واقفين احنا كنا نصير رماد بالمكان لان لها عصف قوي السيارة. فاحنا سيارتنا راحت 20 ثانية بعد حركتنا صار الانفجار. طبعا يا ليت انا كنا معهم، هذا شرف اذا احنا كنا نستشهد الان كنا عند الرسول عليه السلام بكل عقيدة اقول. احنا طلعنا الناس طالعين من الباب الأصلي بعضهم